تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل الخاص لجلالة الملك المعظم رفع فيها إلى المقام الكريم لحضرة صاحب الجلالة أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين واكد سمو الممثل الخاص لجلاله الملك المعظم ان هذه الذكرى ستظل مبعث فخر واعتزاز في ظل المكانه الكبيره لهذه المؤسسه الوطنيه ودورها المحوري والمقدر في حمايه الوطن وسيادته وتعزيز امنه واستقراره وصون منجزاته الحضاريه ودعم مسيرته التنمويه بفضل ما تحظى به من دعم ورعايه رعايه جلالته الكريمه منذ تاسيسها